لا أعتقد ذلك، لأنه نحن خرجنا وهذا النظام ليس له عهد ولا ميثاق وفاقد الشرعية، ولن نعود إلى سوريا وهذا النظام موجود، ولا إلى أرض النظام، لأننا لا نثق في هذا النظام أبدا أبدا. بس فهموني نظام ويا روس، فهمونا نرجع للاستعباد أم للقتل؟ عندنا مثل قديم يقول: من جرب المجرب عقله مخرب. ونحن قد جربنا كثيرا، وهذا النظام ليس له عهد ولا ميثاق وليس له شرعية أصلا حتى نصدقه، وقد تسيطر عليه ميليشيات وشبيحة، فكيف نعود إلى نظام نحن هجرناه؟ ثاني شيء ما بتوقع نهائيا، لأنه الناس هون في ريف إدلب وبإدلب ما بقى لها ثقة في النظام وما لها ثقة، وكيف بده يرجعوا على النظام اللي قتل لهم اولادهم ورمى النساء وهدد لهم بيوتهم؟ يعني كيف بده يرجعوا لعندهم؟ مستحيل، هذا الشيء مستحيل، ما بظل، لا مستحيل.